نهايه المباراه سنلعب ضربه الترجيح. لمسه كليمير هناك يلعبها مع اسامه الدراجي، اسامه الدراجي محاوله الخروج من امامه ياسين الرامي، اسامه دائما يلعبها مع مسكني، عنده الكره لمسكني، كره في العمق نجوم 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 خطير دائما. اوه استرجع الكره وتبقى ليافول على الجهه اليمنى، صعب الكره هذه لصالح الدراجي يافول. دراجي يتحرك، يمشي دراجي، جيب الكره لمساكني، لمساكني يوسف، لمساكني يانيك، نيانك يمشي كره يانيك، يانيك للترجي، يانيك والكره ترجع تدور مليح دورة القربي، القربي لافول، افول يدخل، هاريسون، هاريسون يسدد ليه ليه ليه. الهدف الاول، الهدف الاول، الترجي الرياضي، الترجي الرياضي عن طريق هاريسون افول، الدوله الترجيه تتقدم بدون الاهداف عن طريق البلاك ستارز هاريسون افول. ملا ضربه، ملا صنعه، ملا معلم، ملا كوارجي، ملا كوره، ملا تكنيك، ملا تكنيسيان، هدف عالمي، هدف عالمي، هدف عالمي. قولها يا فول، قولها يا فول، قولها يا فول. شوف المراوغه، شوف الضربه، شوف سكنه الكوره، سكنت وين الشيطان. واحد الترجي، صفر الوداد عن طريق الهاريسون افول. 1-0 للترجي الرياضي. محلاها البدايه، محلاها المهاره، محلاها الشطاره، محلاها الروعه، محلاها كبر الترجي، محلاها تاريخ الترجي، محلاها حاضر الترجي، مبهى مستقبل الترجي. البلاك ستارز يفتح باب التسجيل، وجماهير رادس لن تصمت الى التسعين. 1-0 للترجي الرياضي التونسي. خاصة شعبنا وخاصة بلاد مثل تونس تعرف هشام كم تتداخل الرياضة بالسياسة، واحنا بعد الثورة نقولوا نحبوها تنفصل، ولكن صدقني لن تنفصل، ستبقى دائما متداخلة. الآن الترجي. إذا الترجي الرياضي التونسي، ياسين بن أحمد دكتور الفريق مجهود للإطار الطبي للإطار الإداري، ادعم عامر البحري قيدوم الفريق، حضر تقريبا 50 بطولة نتاع الترجي ربي يعطيه طولة العمر. هذا خليل الشبابلي وأنا فرحة الترجيين الخروبي، أيضا رئيس الترجي حمد المدب، بشجيل جودوكا بطل المتوسط، أيضا اسكندر حشيشة المرافق في الفريق، ورياض بن نور الحقيقة رئيس فرع كرة القدم اللي بذل من المجهودات الشيء الكبير في 3 سنوات، أعطى برشا للفريق، كان همزة الوصل بين الإدارة واللاعبين والإطار الفني، ونجح هنا كل فريق الترجي الرياضي. ميدالية للذكرى، تلك الأيام نداولها بين الناس، العام الماضي بكينا للفضة وهذا العام سنبكي للذهب. هكذا هو تاريخ الترجي الرياضي والفرق الكبرى. معز بن شريفية إيكر كاسياس إفريقيا، 20 سنة أصغر حارس توج بكأس أفريقيا للأبطال، أصغر حارس يربح الشامبيونز ليج مثل ما فعلها إيكار عام 2000 في نهائي ريال مدريد فالنسيا في سان دوني. وأجلي بوعزي
ساهم في هذا النجاح المولي. الجمهور انتقد اختيارات الإدارة الترجية في انتدابه، لكن ظهر بالكاشف أن المولي ما زال عنده ما يقول. 30 سنة هشام هو أكبر لاعب في فريق الترجي. سامح الدربالي يشوف الفرحة. هذا اسكندر حشيشة لاعب المصارعة، وهذا اعتراف الترجي برجاله، اعتراف الترجي بمن يقدم له. هذا جون جاك تيزيي حارس بداية الألفية. اسكندر القصري المدرب المساعد خالد العياري. يا بنانا 20 سنة بطل افريقيا. ان شاء الله الترجي يحافظ على المجموعة. اذا ينجح الترجي في الحفاظ على المجموعة مستقبل افريقيا سيتكلم احمر واصفر. 20 سنة بنانا، 21 سنة المساكني، 20 سنة بن شريفية، 23 سنة دراجي، انا العربي الماجري، محمد علي بن منصور قلب الاسد القربي. اوسي الباشي يعرفه، قال له انت قلب الاسد يا قربي. هذا وليد الهيشري، وليد الهيشري يربح الشامبيونز ليج. هاريس صنفول اغلى هدف، خلاص صفقته في الترجي خلصت اليوم باغلى الاهداف. هذا محمد علي بن سلامه 21 سنه فقط. زين العابدين السويسي شبان الترجي من الخنيسي لصفوان بن سالم ليانيك نيانك. كتيبه الترجي كتبت مره اخرى تاريخ الكره التونسيه. هذا هشام اللقب رقم 15 للانديه التونسيه. ايضا البوغانمي يانيك نيانك. هذا كوليبالي هنا اوسيم النوارة. الافضلية متاع الترجي هذا العام انه خذا دروس من اخفاق العام الماضي. يوسف المساكني هداف الترجي في البطولة، 5 اهداف، موسم كبير ليوسف الشان ثم شامبيونز ليج. خليل الشمام يربح لقب تاريخي قبل ممكن الرحلة الاحترافية عمره 24 سنة فقط. خليله سينتقل الى فريق باكوس فيريرا في الدوري البرتغيزة. هذا مجدي التراوي اول لاعب تونسي حقق شامبيونز ليج مرتين بألوان مختلفة. النجم الساحلي الترجي التونسي. برافو مجدي، برافو مجدي. هذا الكابيتانو دراجي وهذا الكوتش معلول صاحب الثلاثية التاريخية، دوري، كأس، شامبيونز ليج. شحطيت لها يا معلول. إذن هذه لحظة التاريخ بالنور قريب. الرجل الذي كان قريب من المجموعة والفريق هذا معلولي في ديسمبر جاء وبدأ بأول ماتش بخمسة واحد، انهزم في زلزال سوسة 5-1. هذا ابنه محمد، 5-1 في سوسة ضد النجم الساحلي. ولكن العبرة في الخواتيم. الرجل الذي حقق كل الألقاب بطبيعة الحال سيناريو مؤثر. العائلة تحيي نبيل معلول، ما لم يحققه كلاعب يحققه كمدرب. كمدرب هو حقق الكان كمدرب وطني مع لوميرا 2004، واليوم شامبيونز ليج. ينجح المدرب الوطني، واللي مفرحنا هشام هو الجمهور الرياضي، انه الترجي بمعلول هو النادي الافريقي فوزي البنزرتي وصلوا لنهايه القاريه. الترجي اليوم حقق الذهب، هو الافريقي نتمنى له حظ سعيد كتونسي بطبيعه الحال. سامين الى ذات الالوان الحمراء والبيضاء بالنجمه والهلال ضد المغرب الفاسي، مثل ما يتمنى الاشقاء ان يتداركوا خساره الشامبيونز بتعويضها بكاس الكاف. 26 فيبري هو الموعد القادم للترجي التونسي. 26 فيبري موعد السوبر كاب لافريقيا هنا في رادس. هل يكون الديربي الحلم ام يكون ضد الماس، ضد المغاربه من جديد؟ رحله تاريخيه هرمنا من اجل هذه اللحظه التاريخيه. قولها يا دراجي، قولها، قولها يا دراجي، قولها، قولها يا دراجي، قولها. كاس افريقيا ترجيه، كاس افريقيا تونسيه. اين التي ذهبت علينا سنين؟ اين التي قالت لنا لا سنين؟ ارفعوها، دونوها بعلم اليابان، زينوها. الان باجي قايد سبسي حط الكاس، حط الكاس في يديه وحط الدراجي، والدراجي قالها، والدراجي قالها. الدراجي بطلة افريقيا، الترجي الرياضي التونسي شامبيون دافريك، كامبيون دافريكا، كامبيون دي لافريكا. الترجي الرياضي التونسي بطل لدوري ابطال افريقيا. 97 الرجاء، 98 اسيك، 99 الرجاء، 2000 هارتس اوف اوك، 2001 الاهلي، 2002 الزمالك، 2003 نيمبا، 2004 نيمبا، 2005 الاهلي، 2006 النادي الاهلي، 2007 النجم الرياضي الساحلي، 2008 النادي الاهلي، 2009 مازيمبي، 2010 لو تو بويسون مازيمبي، 2011
الترجي التونسي حقق الوعد الذي رسمه وقاله في 2008. هذه كاسي، هذه كاسي، هذه بطولتي، وهي بطولة معشر الترجيين. للتاريخ عنوان، اسمه الترجي ليوم 12 نوفمبر تاريخ، اسمه دوري الأبطال لدوري الأبطال بطل، اسمه الترجي التونسي لإفريقيا وسمارها لونين الأصفر والأحمر، ولتاريخ الرجال ألقاب وأجيال. اللقب رقم 50 في تاريخ المكشخة، وعامر البحري فرح وكأنه ابن العشرين. نعم، أولاد الترجي يتفرجون وللمستقبل يعني يستعدون من أجل تحقيق ألقاب أخرى، إن شاء الله لا تكون الأخيرة، وإن شاء الله لا تتوقف أنديتنا التونسية عن هذه التتويجات. أتمنى ألا ينتظر الترجي 17 و18 عام آخر باش يرفع الشامبيونز ليج، وأتمنى منية شخصية وأمنية شوالية بعد أن رفعنا بطولة إفريقيا مع الإتوال ومع الإسبرانس، يا رب غدا أنقلها مع السي اس اس وغدا مع النادي الإفريقي. هكذا انتهت، وهكذا انتهت على خير، وهكذا كأس الذكريات مثل 94 94 علي بن ناجي الحمروني حسين الكابسي بالحسن حكيم نويره طارق ثابت ماليتولي شكري الواعر دخلوا في الشبكة بعد ثلاثية الزمالك، والتاريخ يعيد نفسه. من قال أن التاريخ لا يتكرر في حواديته وحوادثه؟ الحادثة تتكرر، وأولاد أخرين جيل آخر دخلوا الشبكة، وحل الشبكة يا درجي. بطولة إفريقيا للترجي. هكذا انهينا بعد المشوار، وختامها الثناء بدون يعني مجاملات للطاقم الفني للتلفزيون التونسي لمساندتنا ومساعدتنا، الاولاد في الدوحه وكل الستاف تبع الجزيره الرياضيه اللي خطط وانجح هذه المباراه بالنسبه لنا تكون تاريخيه. شكرا لكم، الف مبروك للترجي التونسي، الف مبروك للكره التونسيه، الف مبروك للكره المغاربيه، وحظ اوفر لوداد الامه، فاليوم فضه وغدا ذهب يا الوك. الان ذهب معشر الترجيين بكاس ابطال افريقيا، فالليلة لن تنتهي والفجر لن يصل. الترجيون والترجيات سيحتفلون ويحتفلوا باللقب الغالي 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 هنا في سماء الوطن الغالي. نرجع بالكلمة هشام الخلسي، مبروك لكل الكباتن، وهارد لك الكابتن فخر الدين، عندكم فريق صراحة يشرف، والكرة المغربية رجعت من جديد. حقيقة مشرف للكرة التونسية، واليوم ما أظهره الحب الجمهور الترجي للترجي شيء كبير جدا. فمرة أخرى مبروك للكابتن نبيل معلول بهذا الانتصار. كل التباريك من الاستوديو كابتن نبيل معلول، تباريك من الترجي الرياضي التونسي لك انت شخصيا، تتويج انتظرته العائلة الترجية طويلا، مباراة كانت رائعة باحت بكل وعودها للمشاهد العربي، وفي الختام الترجي يتوج باغلى الكؤوس الافريقيه. بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيهم الاستوديو، خاطر ساعات كانوا ينساو اسمي في بعض الاستوديوهات، ميرسي بوكو. الترجي اظهر انه انا قلت انه يزمو الترجي الرياضي التونسي، كل الناس كل الناس كل تقول انه احسن فريق حاليا في افريقيا، يزمو يوري هذا على الميدان، ورينا ذاك في الملعب. الحمد لله المولى وفقنا في العشر شهور هذه، خدمنا خدمه كبيره بعد الثوره، عرفنا كيفاش نفوزوا، عرفنا كيفاش نفوزوا، عرفنا كيفاش نفوزوا. طبعا هذه الكاس الافريقيه هشام في المباشر، طبعا الحمد لله من اجل الافراح. راهو المولى سبحانه وتعالى عنده فضل في تتويج نبيل، احساسك وانت تتوج بهذه الكاس التي هرمت عليها العائله الترجيه؟ الحمد لله، الحمد لله، ذاك اللي نجم نقول، والمولى عنده فضل والجزيره عندها فضل، لان علمت لي برشا في الكوره. بارك الله فيك نبيل معلول. طبعا هشام هذه اجواء التتويج، معنا السيد حمدي المدب على المباشر في اجواء التتويج. هشام سي حمدي، منذ ان كنت رئيس للترجي سنه 2007 وعدت العائله الترجيه بالشامبيونز ليج، واليوم اوفى بوعده حمدي المدب. حمدي 4 سنين خدمنا البطوله هذه، مش ندير للجمهور الترجي. الان الترجي الى كاس العالم. طبعا هشام هذه اجواء المباشر، هذه اجواء كاس افريقيا، هذه اجواء التتويج، سنتواصل مع ضيوف اخرين طبعا. بارك الله فيك.
شكرا هشام. طبعا هذه الافراح هي ان تتحول الى فوضى. اسامه دراجي الذي عاد اليوم للتتويج بهذه الكاس الغاليه. اسامه بعد فتره صعبه وغياب، العوده من دبل كبير والمساهمه بقدر كبير في التتويج بهذه الكاس التي كادت ان تتحول الى عقده للترجي، والكل يتحدث عن التتويج بالتشامبيونز ليج. الحمد لله العقده هذه نحيناها اليوم وحصلنا على التيتر هذا اللي ما كان سهل، عندنا برشا نجري وراه، تعرفوا الاسبيرونس عندها برشا ما تحصلش على التيتر هذا. الحمد لله بعد تعب جبنا التيتر هذا. نحب نشكر اول حاجه الجمهور هذا الكل اللي جا عاوننا، والحمد لله رجعت مع اصحابي خدمت المردود طيب الحمد لله. واحد كيبدا مستانس بالفينالات الحمد لله ربي يعاونه، ان شاء الله نكملوا ديما هكا. ونحب نهدي الكوبا هذيا البابا، نهدي الكوبا هذيا البابا اللي في الحج، نقول ان شاء الله ترجع سلامة ان شاء الله. اسامه انت من الجيل الذي توج برئاسه حمدي المد مع كل الالقاب واخيرا تشامبيونز ليج والوصول لاول مره الى كاس العالم للانديه وانت القائد العالميه، ماذا ستضيف للترجي؟ لانه التتويجات الافريقيه والمحليه متعود عليها الترجي، والان الى لاول مره يبلغ العالميه كاس العالم طوكيو اليابان. بيان سور كوب دو موند هذايا ان شاء الله نمشيو ان شاء الله نعملوا ماتشات باهيين، علاش لا؟ معناتها فما حد شيء صعيب في الكره، ان شاء الله كوب دو موند هذايا نعملوا ماتشات باهيين ونفرحوا العالم كامل ان شاء الله. شكرا لك يا اسامه دراجي بالتوفيق، والف مبروك لكل الترجيين ولكل التونسيين. هشام طبعا فرح على الطريقه التونسيه. يلا يلا حلو نافع الدراجي فين ماشي؟ ماله دراجي هشام؟ دراجي الى اين بعد هذه الكاس الافريقيه؟ هشام احنا نسينا ما تحدثناش انه الى جانب اعضاء الاتحاد الافريقي ما شاء الله سماسره وكل اللاعبين كانوا بكثره اليوم في ملعب رادس، ولكن انه الترجي سيتحول لسوق الايام القادمه لتقيه لاعبين، خاصه انه وعود من الرئيس لعديد اللاعبين مثل الدراجي والمساكني الاحتراف. الله يكون في عون اداره الترجي واللاعبين. وبالنسبه لمنتخب بالفعل معز طبعا تتويج ثاني نهائي تخوضه في ملعب رادس، نهائي الموسم الماضي كان خيبة أمل كبيرة ضد مازامبي، اليوم تتويج في السن العشرين. تحدثنا كثيرا في الجزيرة الرياضية من خلال تقارير من خلال حديث حتى تشاهد في الاستوديو عن قدرات معز بن شريفية، واليوم كان معز حاسما. وهو وما هو إحساس معز بن شريفية وهو يتوج بأول كأس إفريقية التي تعبت عليها العائلة الترجية؟ والله صحيح معناها واحد إحساس ما نجمش يوصفه. قالت له معناها حسرة كبيرة من الموسم الماضي، لقب ضاع عليه، الحمد لله السنة برهنا للترجي التونسي هو الأجدر بالتتويج باللقب هذايا. بالمناسبة هذه نهدي للجمهور اللي كان حاضر اليوم واللي كان معناها يتبع فينا حتى على التلفاز، نهديهم التيتر هذايا اللي تعبوا عليه برشا زاد هما، وإن شاء الله قلت ربي في اليابان مثلهم أحسن تمثيل، مثل الشعب التونسي قبل كل شيء وجماهير الترجي التونسي إن شاء الله. 20 سنة تتويج بالثنائي ثم كأس إفريقيا، يعني بداية ولا أروع في فريق مثل الترجي. والله الحمد لله وانا واحد البدايه نتاعو ثلاثيه تاريخيه، حتى مره ما صارت في الترجي ثلاثيه كما هذه. الحمد لله ان شاء الله واحد يزيد يقدم قدام ويزيد يخدم قدام ان شاء الله، علاش لا؟ واحد مازال توا قدام ومعنا المنتخب الوطني ان شاء الله، واحد يكون حاضر باش يعاون المنتخب ان شاء الله. شكرا مبروك معز، واعيد لك الخط هشام في الاستوديو. ما زالت الفرحه في الملعب او غادر جمهور الترجي الملعب رادس؟ ما هو البرنامج يعني؟ لا غادر هشام الجمهور. البرنامج يبدو لي كلمة السر باب سويق الحلفاوين، الكل سيتحول إلى منطقة باب سويق الحلفاوين وأنت تعرفها جيدا هشام للفرحة. في الحقيقة هذا اللقب الذي انتظرته كثيرا هشام منذ 94 وأنت كنت حاضر في نهائي المنزه 94 ضد الزمالك، الفرحة كبيرة حتى ربما الجماهير ما عرفت شو تعمل، ما عرفت كيف تفرح بهذا اللقب، يعني كانت فرحة فيها صدمة. الخروج من الملعب للتنفس لتصديق أنه الترجي توج بهذا اللقب الغالي وأنه الترجي سيرحل إلى كأس العالم، واللقاء سيكون في المقر الذي ولدت فيه الترجي سنة 19 في باب السويق، الأكيد ستكون احتفالات أكبر. ونحن ما زلنا معكم مع حديث مع اللاعبين لما يتوفروا هشام. شكرا لنافع بن عاشور، أنا كنت علقت على نهائي 94 صحيح.